حاجة تنفع البيت. عملنا شراكة مع هلال الأحمر، عندنا 70 سرير جو مساكن، منهم مفرقين على ولايات سوسة كاملة، منهم 30 سرير في سبيطار مساكن، 5 من القلعة، 5 من فيلا، ثم 30 سرير إن شاء الله نمشيو يفرق الحشاد يرجعوا. لقينا ثم إشكالية في إكمال هذه العملية، دخلنا كجمعية لإتمام إجراءات. هي الإشكالية كانت هي بالأخص في التمويل وفي التنقل وفي تركيب الأسرة. دونك كجمعية دخلنا باش كملنا الإجراءات هذه الكلية، والحمد لله اليوم فاهمين برشا الأسرة وصلوا لسبيطارنا، وهما من أعز ما ثم في السرة، القيمة نتاعهم غالية. والحمد لله كملت العمليه بنجاح، وكما ريتو انتوما 30 سرير وثلاثه سبيطار مساكن جاو. وهذه اهميه الجمعيه، المجتمع المدني في دخل في امور كيما هكا باش يكمل العمليات. اهم حاجه في الجمعيات المدنيه موجوده في مساكن. اهلا مرحبا بكم. بالنسبه لي رئيس الهلال الاحمر الفرع مساكن، وبالنسبه لي الجهه هي الهلال الاحمر مساكن. دونك هذه معناها تبرعات بالنسبه للسبيطار، مجموعة من الأسرة 30 سرير جاءوا معناها من الخارج، جابهم سي محمد بريري الله يبارك فيه، يعني تطوع أعطاهم للهلال الأحمر، والهلال الأحمر بصفته دخلهم وبالاشتراك مع جمعية ابن خلدون اللي هي توليت بدفع المصاريف اللي تأتيت على لي ترونسبور وعلى فهمت المصاريف الكل معنا على هالأسرة هذية. عملنا شراكة مع بعضنا، وإن شاء الله تو اليوم باش نهزوهم للمستشفى، مستشفى الجهوي بمساكن. احنا ندعو الناس الكل باش يكونوا متطوعين ويتطوعوا معنا باش يرفعوا معنا من شأن البلاد متاعنا. وتطوع هذا هو راهو معنا بالنسبة لنا من أهم الصفات اللي موجودة في الهلال الأحمر. يعني عندنا المبادئ الأساسية من متاعنا، هي معنا من المبادئ الأساسية التطوع، أنه العمل هذا عمل تطوعي. واحنا قد ما يكون الناس متطوعين، قد من بلادنا تزيد معناها تتقدم لقدام وتزيد معناها خير على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد خماس بريدي من مساكن. أنا قمت بالحركة هذه من أجل أنه يعني بلادنا تستحق المعدات هذه، ونحث كل من يستطيع أنه يساهم بالقدر اللي يستطيع. صحيح أنه الآن بالمجهودات والمجهودات الهلال الأحمر والجمعيات والمجتمع المدني، أنه الحمد لله يعني مساهمين، وإن شاء الله يساهموا أكثر وحطوا اليد في اليد ونتعاونوا أكثر من هيك إن شاء الله. باهي، أني ملكة قاسم، متصرفة رئيسة الصحة العمومية، مديرة المستشفى الجهوي بمساكن. بشرت المهني كمديرة مستشفى في 2 جانفي 2013، عندي توا عام وأربع شهور. قاعدين نخدموا إن شاء الله نحسنوا ظروف اللي حاطة بالمرضى وظروف الإقامة إن شاء الله. والله هي بادرة طيبة جدا، ونشكرهم برشا على حسن أخلاقهم وعلى تفكيرهم زادة في المؤسسة. وهذه مش حاجة غريبة عليهم، على خاطر هما من قبل معاونين برشا السبيطار ومقدمين برشا مساعدات. والحمد لله يا ربي اني من حيش اللي جيت لقيت برشا تعاون من المجتمع المدني. والله في الحقيقه واش خص احنا لو كان المواطنين يكونوا يحملوا على الاقل الوعي باش يوليوا يبادروا بالطريقه هذه، ويوليوا يجيوا معناها خلي حتى يعني ما ينجمش على الاقل يبدا يفكر انه ينجمش يعمل حاجه بالطريقه هذه. يعني يحاول باش يعاون، يحاول باش بكل حد من المنطلق نتاعو. وان شاء الله يكون الوعي جماعي مش وعي فردي، وبحول الله اذا كان الناس الكل تفكر في مصلحه بلادها وتفكر في مصلحه المواطنين، بحول الله ان شاء الله بلادنا تتقدم، وبحول الله نكونوا من حسن الى احسن. وبارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. تماشي مع هذا على الاقل في قادم من الزمن، ان تكون على الاقل تشريعات ادابتي بحيث تساهم في ان الناس تبادر، تكون ماشية في صنص يثني الناس على المبادرة في أن يتساهم في مستوى إجراءات إدارية. وكل فما تصلب كبير، وربما ما كانش فما تعاون كبير مما خذ برشا وقت
وبرشا جهد، وربما لو تسأله في هو مرتاح والكل تقول له هل كنت فرحان؟ يقول لك فرحان لأني عملت حاجة لله وفت بها بلادي، ولكن تقول له هل أن المسألة هذه كانت سهلة؟ يقول لك صعيبة.